توصل لثارة منافسة التحديات، انطلاقة أشواطنا شوطا تلو الآخر، معركة لسن الفطايم، أشواط الصعوبة بدت هنا مشاهدينا الكرام. تستمر شوطنا الرابع الذي خصص للصعوبة بعد ما تابعنا شوط الشاهنية، ضيدان بن سالم بن القوز أيضا المري من كان حاضرا متواجدا في الشوط الماضي. نتابع هذا الشوط وناخذ الصدارة. المركز الأول بالغبشي اشعاره المتميز على الصداره شاهين عيد بن محمد بالقبش العامري. المركز الثاني هنا يتواجد الحاضر بهذا التواجد نجد لسعيد بن عبيد بضفيره العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث ثالث المراكز هناك الوصول والتقدم شعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز هنا ايضا مردف لسعيد بن محمد بن قفان اليابري، ولكن عودتنا الى المقدمه، عودتنا الى الصداره الى المركز الاول. ال500 متر عن خط النهايه، عن الفوز عن الانتصار. راح بالغبشي راح بالغبشي راح على القيادة الأولى على المركز الأول. بدأ هنا يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا شاهين المركز الثاني. وصل بن عويضان، بن عويضان يقدم شاهين على المركز الثاني، على المركز الثاني بن عويضان ثالثا. وأيضا وصل ضيدان، ولكن المقدم البداية المركز الأول. روح يا بالغمشي، روح يا بالغمشي. بن عويضان ضاغط، بن عويضان يحاول مع شاهين. بالغمشي بالغمشي، سلام يا الهير، سلام يا الهير، سلام بالغمشي، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ليقدمه بالفعل. إذا شاهين عيد بن محمد بالغمشي العامري على فوز شاهين بهذا الشوط. المركز الثاني والثالث لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. التوقيت 2:18 ثانية. تهانينا والناموس.